بعد المزاعم الإسرائيلية حول وجود أنفاق للمقاومة تصل إلى الداخل الفلسطيني، بدأ الحديث عن إمكانية وقوع الحرب ما بين الطرفين، ولذلك كان لموقع يصور جولة بين الناس لمعرفة ما إذا كانوا يخافون وقوع الحرب أم لا. أكيد لا، وجود المقاومة، وجود السيد حسن، وجود الشباب الجدعان الأبضيات، ما في شيء بخوفنا. ولو مش إسرائيل، اللي بظهر إسرائيل بيحاولوا يتعدوا علينا، نحن معهم ونحن مع المقاومة ومع كل إنسان بحارب وبدافع وبيقاتل ضد الصهيونية العالمية وإسرائيل بالذات. نحن هون الأرض أرضنا ونحن صامدين بإذن الله. نحن ما منتعدى حدا، واللي بتعدى علينا مش حيكون مبسوط. لا بدنا نخاف من الحرب، هن لازم يخافوا مننا مش نحن لازم نخاف من الحرب. عنا أبطال وعنا مقاومين وعنا نحن النسوين، إذا احتاج الأمر كمين من كنت تحت قدامهم للمقاومين. لا أكيد نحن ما منخاف من الحرب، والحمد لله طول ما في مقاومة ومتينة وإيد واحدة وقلب واحد، والحمد لله طول ما في السيد حسن موجود نحن بألف خير، وإسرائيل يعني بالنهاية شر مطلق ودائما اسرائيل بتبعبع يعني. ما بخاف من الحرب، بتمنى يجي الحرب. عدنا بنرتاح. ومن يعني مين بده يحاربنا اليهود؟ ونحن منا اياها الشغله. نحن منا اياها تعمل اللي بدها اياه اليهود مشان نحن نحاربها، نحن المقاومه قويه، ما بنخاف من حدا الا من الله اللي خلقنا. والسيد حسن نصر الله هيك علمنا. أية حرب نخاف ونحن في خضم المعركه. الحرب العسكريه لا تخيفنا. ولكن ما يخيفنا هو الحرب الاقتصادية الناعمة التي تمارس علينا.